نظم ممثلو منظمات جماهيرية في زاخو مؤتمرا صحفيا بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي لتثمين جهود القائمين على تحويل مدينة زاخو إلى إدارة مستقلة، مطالبين بتسريع الإجراءات الإدارية والمالية للإدارة المستقلة للمدينة. نحن المنظمات الجماهيرية والمهنية في زاخو، وباسم جميع الشرائح والطبقات في زاخو نقدم الشكر لكافة الجهات المعنية لتنفيذ مقترح الرئيس بارزاني لجعل مدينة زاخو مدينة ذات إدارة مستقلة، حيث أن هذا القرار سيكون دافعا قويا في تقديم الخدمات للمواطنين والمنطقة، وخاصة لزيادة فرص العمل والخدمات الكبيرة. ومرة أخرى نقدم الشكر والعرفان للرئيس بارزاني على مقترحه هذا، كذلك نقدم الشكر للجهات المعنية في جعل إدارة مدينة زاخو إدارة مستقلة.